علاء مرسي، علاء مرسي، علاء مرسي عدى البوابات. تعالوا نشوف هنعمل فيه ايه النهارده وازاي الصحه. يا احنا بقى كده في الساحل يا استاذ علاء، شايف ادي البحر، ايه رايك؟ شكل البحر جميل. انا يعني اول مره اشوف بحر، عارف البحر شكله. لا لا لا، بص اللون، اللون لون صافي جميل. بصوا بالطريق، بصوا بالطريق، بصوا بالطريق. يا نهار اسود، انت بهدلتني من اول ما طلعنا من مصر. حرام هتيجي هنا كمان تعمل فيها كده يا دكتور، طريق بهدله. معلش يا استاذ علاء. الصفوره العظيم يا رب، ايه الرحله المنيله ب60 نينا دي؟ ايه في ايه؟ في ايه؟ في ايه يا عم؟ في ايه؟ في ايه؟ مفيش حاجة، بس بركز في المراية يا حبيبي. مركز في المراية انت مخمضني. مفيش حاجة يا عم، انت ماشي بترقص حاسب يا استاذ علاء. مفيش حاجة بس يا ريس. وبعدين بقى، وبعدين بقى انت وترتني ليه؟ مفيش أنا حاجة. انا مش وترتك يا عم يا استاذ علاء. لو في حاجة انا اقول لحضرتك. مفيش حاجة يا عم. يا عم بتجيب ايه؟ منديل يا عم، منديل ودلوقتي مناديل في الطريق. خلاص 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 يا استاذ علاء، ما تنفعلش. بس انا عايز اقول لك ايه، انا اكلم انا اللي جايبني. بص 10 دقايق باذن الله وهنا 10 دقايق واخش التربه. يا عم استنى، القريه قدامها اهي، تشرب ميه يا عم. لا اسيبني بقى يا عم شريف. انت عملت فيا زومبا، عملت فيا بلوى سودا والله. يعني انا ما قلت لي تعالى البرنامج، بعتوا لي واحد، انا كنت اجيب عربيتي. انا قلت له يا حبيبي احنا جايبين لك عربيه عشان ترتاح. وقرع ومجنون وبيبص على البحر وبيجيب ميه. استنى يا عم، يا عم ده هيعمل بيا 100 حادثه. ده يا عم يا شريف. يا استاذ علاء. يا شريف. ايوه يا ريس. انت رايح فين؟ رايح فين؟ ايه بيه داخلين؟ خلاص داخلين. فين يا عم انت؟ ايه مش هنا ولا فين؟ يا نهار اسود. انا اسف، انا اسف يا ريس. مش دي القريه؟ مش دي القريه؟ مش عارف انا اتلخبطت. خش يا عم من هنا، لف لف من قدام كده. الف بس. هي كلهم دهنين ومصفر شكل واحد، اول مره اجي القريه دي. قدم المصاف على الوصول. ما تعديش الشارع فجاه كده والله. على الوصول فاضل، فاضل بالراحه، عدي بالراحه، فاضل فاضل 10 دقايق يا بيه وهتبقى تقلع. لا ده الحكايه مش هيسكت عليها بجد. تا يا بيه مش عارف ال... اقف اقف اقف، اما اسالهم هسالهم دلوقتي اعرف الطريق فين. استغفر الله. حاضر يا بيه، حاضر. انا بس انت انت رايح فين؟ رايح فين؟ لا لا يا بيه ثواني هنلف. يا عم احمد، يا عم احمد حرام عليكم والله. ده ماشي بيرقص في الطريق. معلش يا قريه ورا، مش عارف الطريق ده. دخلني بتاع هي القريه ورا. يا عم بص قدام يا استاذ علاء. مفيش حاجه يا احمد. احمد انت يعني يا عم انا تعبت والله يا احمد، والله متوتر جدا بجد والله. تبعت لي عربيه ثانيه والنبي خليه يركني. انا مستعد بكفي هنا في الصحراء دي لحد الصبح ما اركبش معاه. انا في الكيلو كام؟ ايه يا عم ده بيلف بيا يوترن تاني. انا مش عارف رايح فين حته. استغفرك يا رب. بص يا ريس، انا في حاجه هنا اسمها سي عبده، ولا ما عارف دي ايه. دي مشويات سي عبده، لحوم وفراخ مشويات. ما انا ما انت هتعمل لي خبير سياحي. يا نهار اسود. يا عم مش عايز اكل، انا عايز ارجع اساسا من المخمضه اللي مخمضهالي. انا اوكي. ما وراني يوم منيل. هو كان في شجر؟ شجر كان في شجر، بيقول لي كان في شجر. امشي يا عم قدام. ما هو بس يا استاذ علاء عشان اعرف الطريق. انا تعبت والله يا احمد، والله تعبت شجر. تعبت وبقول لك ايه يا احمد، اهو الموتيل، الموتيل الزجاج. الموتيل اعمل ايه؟ لا يا استاذ علاء، يا نهار اسود. ده احنا كنا هنعمل حادثه سودا سواد دلوقتي. اسمع كلامي وقف، اسمع كلامي وقف، اسمع كلامي وقف. ثواني يا بيه، ثواني ثواني ثواني، انا هعرف دلوقتي. انت بتسال مين يا ريس؟ بعد اذنك. مين يا ريس؟ اسمها ايه قريه؟ ايه قريه؟ جوهره. طب هو انت ما تفتح له ازاز ولا ما تفتح؟ اركن. طب نسال ثواني. اركن استنى ما افتح ده. اهو ثواني. اهو اهو فندق عايده. فين يا حاج بعد اذنك؟ فندق عايده. فندق عايده في تلك الزكاه، عشان هناخد البرج اللي على الشمال ده. بعد منه على طول. ماشي يا ريس. ماشي شكرا يا حاج، شكرا. شفت بقى؟ طيب ممكن شفت؟ لو سمحت، لو سمحت انا عايز اهدى اركن 5 دقايق ممكن؟ ما خلاص يا بيه ده قال لك دقيقتين. ده هو بص احنا هنلف اللفه دي تاني معلش، وبعدين هنلاقي الفندق في الوش. ليك حد في المرور؟ ليك حد بجد في المرور؟ يا نهار اسود
انت ما بتعرفش تمشي على طريقك؟ انت غريب على فكره. يا ده انا بحبك وبقعد اتفرج على السلسلات اللي بتطلع فيها والافلام. اصبر عليا بس انا اوصل لحضرتك بس عشان ما تقلقش. من طريق الاخره للاخره. ايه يا شريف؟ ايه يا حبيبي؟ ورانا اهي. انا متمرمط يا شريف والله متمرمط من الفرم فجاه وبيوقف فجاه ومفيش حاجه. بقيت فين يا ريس؟ بقيت فين؟ ما حدش عارف. سالنا واحد بموتوسيكل قال لك ان هي القريه هي اتابيع. احنا جنب القريه وهو قاعد يلف ومش عارف. ما هو اصل معلش هو جديد بس احنا جايبين لك اجدد سواق عندنا. اجدد سواق يعني على حظ انا اجدد سواق؟ وبعدين ده طول الطريق بيقول لي حاجات غريبه، بيقول لي ان في حاجات خطر في الشارع في الطرق. ده راعبني اساسا معنويا ونفسيا وعضليا، يعني راعبني من كل حته والله يا محارب. ايه ده؟ ايه ده؟ مش عارف حاجة. انا هنا مشكله بس العربيه العداد عمال طالع نازل. عداد ايه؟ عربيه مولعه. العربيه مولعه. طب اقف يا ريس. ربنا يستر ربنا يستر. العربيه مولعه. بيقول لي العربيه مولعه. مش انت قلت لي احنا قربنا يا ريس يا اخ؟ ما بيردش عليا. ايه بيه؟ خلاص والله ما بيرد عليا. انا مركز بس في مشكله في العربيه ولازم نقف يا بيه. في مشكله في العربيه ولازم نقف. معلش مشكله في العربيه عشان انا ايه؟ مشكله ده في العربيه. طريق مش لعبه يا بيه. ادينا احنا وقفنا اهو. ايه بقى في ايه؟ ايه يا بيه في ايه؟ انت لعبتني يا استاذ علاء. مش فاهم في ايه. انت اللي لعبتك. انا اسف. انا اسف يا فندم. انا اسف. انا اسف معلش. طب وبعدين يعني هنعمل ايه؟ ايه رايح فين؟ افتح الباب. افتح لك انا الباب يا دي ايامك. اوعى ايدك. اوعى. عايز ايه دلوقتي؟ احنا عايزين زقه. عايزين زقه يعني ايه؟ يعني انا واقف عمال ابص ان هي اي حد معدي. زقه ايه؟ زق في ايه في العربيه بجد؟ لا مفيش حاجه. هي العمليه بسيطه بس زقه صغيره وهتعدي الدور تاني. مين اللي زق اللي يزق؟ ما انا مش لاقي حد يزق معايا حضرتك. فمعلش ايدك بس زق. يعني بص يعني هي تاتش كده. ازق انا؟ زق انا؟ زق عايزني انا زق؟ انا بحجم ده وانت تسوق وازق انا العربيه دي؟ وازق اللي انت جايبني من بيتنا عشان ازق؟ ازق ايه؟ ازق ايه؟ يا شريف انا بقالي ساعه بتصل بيك مش عايز ترد. انا راكب العربيه نفسها اللي انتوا بعتوها وسايق وماشي انا اهوت وخلاص ولا في حاجه. انا دلوقتي مش عارف انت انا فين. انا فين نفسي؟ انا هنا في حاجه يافطه بتاعه مادية. مادي 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 ماضي. دي ايه؟ معادي. معادي دي معادي. ايه المعادي؟ اليافطة. ايوه عايده بيتش اهي. عايده بيتش فندق شاطئ عايده. انتوا جبروا على فكره. والله جبروا. انتوا جبروا.